قال نجم الغناء اللبناني وائل كافوري: أتمنى الوقوف بجانب المواهب الفنية الشابة من مختلف الدول العربية، وهو ما جعله يشارك في البرنامج الشهير إكس فاكتور، حيث أشار كافوري إلى أن تواجده بعالم الفن منذ 20 عاماً جعله على دراية كبيرة بكل ما يتعلق بعالم الغناء، ومنحه قدرة على الوقوف على أدق تفاصيله وتعليم واكتشاف المواهب الغنائية الشابة. وأضاف كافوري أن اكتشافه بعالم الغناء كان في منتصف التسعينات عبر إحدى المسابقات الفنية والتي نجح في تخطيها وإثبات ذاته من خلالها. خلي قلبي خلي